السلام عليكم اخوتي، واش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، صحه فطوركم وصحه رمضانكم. اليوم راح نحكيو ان شاء الله على الميزه الجديده التي اضافتها شركه جيزي في التطبيق الخاص بها الموجود على بلاي ستور. درت الفيديو انا عندي يومين، كاين اللي مشات لهم وكاين اللي راهم ينتقدوا، كاين حتى اللي اتهمنا بالكذب، يعني ربي يهديهم. كاين الناس ما صلحت لهمش كيما تصلحلوش هو، يعني باللي راه يكذب لازم تصلح له هو كاين امور لازم تديرها باه تصلح لك. في هذا الفيديو راح نفهمكم علاش كاين اللي ما صلحت لهمش والله اللي ما على بالوش كيفاه يدير. طريقه سهله جدا، تحتاج فقط هاتف يكون الفيرسيو تاع الاندرويد تاعو شويه جديده من ديس ولا من ناف وطلع، وتكون عندك كونيكسيو مسبقة، مش انت ما عندكش كونيكسيو خلاص وتروح تمشي لابليكاسيو، باسكو لابليكاسيو هذه تمشي بالكونيكسيو وتمشي. انا عندي يومين دركا وانا نمشي بالانترنت تاع جيزي المجانية هذه تاع الخطوات، نمشي بها عادي، انترنت الله يبارك ماشية في رحمة ربي. وكاين اللي راهم ضاروا يهضروا في التعليقات هم حبسوها، هم داروا لها ما حبسوها ما والو، وكاينين واحد الشعب ثاني ربي يهديهم. حنايا يعني فينا عقلية كي تخرج حاجة جديدة في الانترنت سواء في اي مجال كيما هذه داروها، راحوا يستعملوا في تطبيق تاع اوتو بيكر هذاك اللي كليكي اوتوماتيكمو يريغليه على 1000 نقره والله ويخلي لابليكاسيون مفتوحه وما يمشي ما والو عليها. اخويا كاين الناس اللي محتاجين الانترنت هذه، كاين اللي ما عندوش، كاين كل واحد كيفاه، عليه تمرقوا تخليوا جيزي بالك دير خطوه انه تنحي هذه الميزه نتاع راح تجيب فوائد الجيزي بطبيعه الحال، راح تولي فيها تحميلات للتطبيق تاع جيزي، راح يوليو الناس يرجعوا الجيزي. كاين اللي عنده بيس تاع جيزي منحيها مش مركبها راح يعاود يرجعها بسبت هذا الاوفر ولا سبت الميزه الجديده اللي داروها. خلي الانترنت صاحبي، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي محتاج، كاين اللي ما عندوش باه يخلص اشتراك شهري. دروك راح نوري لكم خاوتي واش لازمكم في الهاتف تاعكم يكون عندكم ميزه نتاع تشعر الخطوات كي تطبيق تاع صحتي. دروك نوري لكم كيف تجبدوه وكيف تعرفوه بلي كاين، هذاك هو اللي يخلي لابليكاسيون تمشي عندك. كاين اللي ما صلحتلهمش والله قالت له لابليكاسيون هاتفك لا يتوافق او غير مدعوم او غير متاح لهذه الميزه. او شوفوا معايا كيف تلقاو لابليكاسيون تاع صحتي اللي تجي مع الهاتف، يعني دوريجين تجي لابليكاسيون اللي تجي دوريجين في الهاتف، تقدر تستعملها مع ساعة تاع سبور هذيك، تقدر تستعملها ثاني ايضا في تطبيق سويت كوين المعروف تاع تمشي وتربح اللي خليته لكم المره فاتت في صندوق الوصف. راح نخلي لكم ثاني الرابط تاعو اللي حاب يربحها، لانه كان سحب الباي بال دوكا رجعوها عملات الكترونيه. راح نخلي لكم الرابط تاعو اللي حاب ثاني يربح منه، واذا ما فهمتوش ندير لكم عليه شرح ثاني عادي. شوفوا معايا لابليكاسيون كيف تجبدوها نتاع صحتي، وثاني شوفوا معايا كيف انا اكتيفيت الانترنت اليوم اللي راني نمشي بها دركا باه تجبدوا تشوفوا بلي التليفون تاعكم فيه ميزه تاع المستشعر تاع التطبيق تاع صحتي. راح نروحوا الاعدادات تاع الهاتف، ندخلوا الاعدادات، نروحوا للتطبيقات، قادر يكون عندك وماهوش مفعل على بها ما مشاتلكش الميزه تاع جيزي. نروحوا لابليكاسيون، نروحوا لتطبيقات النظام سيستم او ماناج ابس، نروحوا ليها هنايا، هنا في الريسيرش نكتبوا صحه، نكتبوها بلونغلي كي يكون تليفون تاعك عربيه، كتبتها هيلث، خرجوا لي زوج تطبيقات، هذا راهو يمشي والاخر ماهوش يمشي. هنا تقدر ديروا اوتو ستارت، يعني ديروا يمشي اوتوماتيك. هنايا اذا ما راكش دير له صلاحيات، قادر يكون هذا هو المشكل اللي خلى الميزه تاع جيزي ما تمشيش عندك، تكليكي عليها ابيرميسيون صلاحيات او الاذونات، تلقى مكتوبه بالعربيه اذونات. انا راني دير له الاذونات كامل ستوراج، دير له اي اذونات كامله، فاون زيدو، واش نزيدو؟ شوف خلاص هكذا راه مريقل هذا مكان. وبعدها نروحو
نوري لكم كيفاه اكتيفيتها اليوم وكيفاه مشيت بها. كان كاين مشكل في المرة الأولى فقط بسبب الضغط، وبعدها ولات مشيت عادي. تمشي 5000 خطوة يعطوك 1 جيجا فالابل 24 يعني صالحة لمدة 24 ساعة. تمشي أكثر كاينة من 2 جيجا حتى 6 جيجا. تمشي 20000 خطوة هاي هو الراهي راح يعطيوك ترونجور فيها 6 جيجا. ومستحسن تفعلوا هذا الزر تاع لوكيشن، هذا ما كان راح نسيها قدامكم راح كونفيرتي. انا مشيت 5000 خطوه، 5000 خطوه دي تجيبها في اقل من 5 دقائق. كان البارح كنت نمشي ب 1 جيجا خلاصت هاي وراهي بقات 3 سوايع خلاص راح كونفيرتي قدامكم. اللي ما عرفش يحول كي تكون هذه تاع الخطوه تمشي توصل 5000 اوتوماتيك متخرج لك هذه الايقونه الحمراء مكتوبه كونفيرت، تضغط عليها كيما هكذا. شوفوا خاوتي واش راح يعطيوني. الكونيكسيون راهي ناقصه شويه، راح نحاول قدامكم فقط. الانترنت تاع موبيليس راهي ناقصه شويه بويسك راني نمشي بانترنت تاع موبيليس. خاوتي نصبر قدامكم نزيد نعاود. هاي وراهي كاين شويه المره الاولى ضغط برك، نصبروا راح تتحول بربي ان شاء الله. اها شوفوا خاوتي تهانينا راه معطوني 1 جيجا. اكشب تشوفوا لتحت مكتوبه بالانجلي تهانينا، هكذا راك تحصلت على 1 جيجا. القديمه الاوفر القديم اللي ديتو يروح يعاود جديد يبدا ازيرو. الخطوات هام راحوا، كانت فايته 5000 راهي راحت، كانت عند 5000 ولا فايته شويه. هذا ما كان خاوتي سهله جدا، بقاو عاودوا برك باسكو الانترنت ولا الضغط على لابليكاسيون صاديبو. هذا ما كان وراح تمشي لكم عادي. دروك ندير تحديث باه تخرج لي ديريكتومو. استناو شويه هاني ندير في تحديث للتطبيق. شوفوا ها 1 جيجا 24 هذه اللي درناها دروكا، اللي فعلناها دروكا. دروكا نمشي بها عادي والانترنت تمشي نورمال. هذا ما كان. ان هذو هما الشروط اللي لازم يكونوا، تليفون يكون جديد شويه وانترنت، ويكون عندك الميزه تاع المستشعر تاع عداد الخطوات. هذا ما كان، وبربي ان شاء الله تولي عندك انترنت وتمشي بها بطريقه عاديه. فقط خطوات 5000 خطوه ما تخلعكش، تمشي ميم با 5 دقائق دير 5000 خطوه، واذا درت 20000 خطوه راه عندك اشتراك شهري تاع انترنت. هذا ما كان خواتي، ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه اللي ماهوش مشترك وتعليق محفز او اي اقتراح. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.